السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، نورتوني، شرفتوني. الليلة يا مستمعي الكرام جبتكم واحد الفيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكم. خديجة اليوم غتحضر معنا، تحضر معنا عشيوة. أنا اليوم روبو، ملي تجي خديجة تنكون أنا روبو. الله يكثر خيرها ويحفظها وليداتها. اليوم غادي تحضر معنا ومعكم بسيطلات باللحمة المفرومة، وغادي تصاحبها الكراف هاد البسيطلات بشوربة، شوربة بطريقتها الخاصة. بقاو معايا تشوفي المطبخ وتشوفوا خديجة اش كدير. دونك يا خديجه باش غتعشينا اليوم؟ اليوم فاطمه كي متفقين انا ان شاء الله غنعشيكم، غنديو بسيطلات خفافين مالحين وغنأكوبانيهم بلا سوب. ولا بغا نبداو بلا سوب ديال الاولى الشوربه. خديجه بغات دير لنا بسيطلات وشوربه خضر. دونك الشوربه ديال الخضر انا غنقول لكم درتيها طماطم جوج حبات، طريقه خاصه ديال خديجه. درت فيها حبه ديال البصله، درت حبه ديال البطاطس، درت جوج حبات صغار ديال لفت الخضر، درت جوج حبات ديال القرعه، ودرت القرعه الحمراء، القرعه الاحمر، ودرت حبه ديال الجزر ديال الخيزو. هذه طريقه معتمده ديال خديجه، ولكن راه تجي لا سوب تحفه. هادو الكراف صرا ندير دابا شويه وغنخلي شويه حتى يخر. شويه ديال القزبر والمعدنوس، شاكا اسا مانيير تحضير الشوربه كل واحد وطريقته. خديجه طريقه كازاويه. دابا غندير العطريه، غندير شويه ديال الملح، ندير التوابل خديجه، ندير الملح بيان سيغ، شويه سكينجبير، زنجبيل، نحاول نقلبوه هو شويه على البزار، لان لا سوب والحريره تشكر البزار. الفلفل الاسود ياك؟ الفلفل الاسود اللي درتي فيه تيكي تيكي، الا درتي كثير تيبان فيه، تيبان تيظهر فيه كثير. الفلفل الاحمر والطحونه واحد المعلقه حتى هي، نسكها شويه. هذه طريقه كازاويه، غندير شويه ديال كركم. هذا انت نزيد منه شويه لانه صحي، يعني كله تنزيد منه واحد شويه. غندير شويه ديال الماء، غنضيف الماء اللي طيب لهاد الخضر، غنزيد واحد شويه الماء غير من الحنفيه صح؟ الماء غير من الروبيني، غير من البسبوس، الماء العادي. غندير شويه ديال زيت الزيتون، الزيت ما تنكتبهاش بزاف لاصون لان تجي باينه فيها. صافي وغنسد على هذه المرحله الاولى ديال الخضر اللي غنطيب. عندها خديجه عندها مرحلتين في تحضير الشوربه، انتما غادي تشوفوا. وهاد الخضر خديجه علاش خليتيهم؟ دابا كما قلت لك فاطمه انا سنديرها سوب على جوج المراحل. هاد الخضره اللي قطعتها قطع كبار، دابا ملي غطيب غنطحنها باش ما تنبغيش لا سوب تجي خفيفه بزاف، تجي شويه عاقله. ومني تنحيدها هي باش نطحنها، عاد تنرمي هاد القطع اللي مقطعين صغار باش يطيبوا، باش نبقاو نضغوهم افيكتيفمون. ومني تنطحن هذيك وتطيب هذه عاد تنزيد عليها وعاد تنزيد شويه ديال القزبر والمعدنوس الفوق، وتزيد الروز الا بغيتها تقال شويه تزيد شويه الروز ولا شويه تلاحق شعريه باش تنضوها ان شاء الله. ان شاء الله كما قلت لكم غنديروا لا سوب وغنكومبانيوها واحد البسيطيلات صغار، هي بسيطيلات رابيد مالحين وبسرعه يوجدوا، وبسرعه يوجدوا. تحتاج خديجه جوج مقالي، غندير فيها لحم بصل، نحط فيها البصله، غادي نحاول نغطيها بشي حاجه باش البصله بغيتها بقيه، وهذه غنحاول نصبي فيها
هاد المستطيلات غنعمرهم غنديرهم بالكفته لا الحليب مرفوعهم وبالكبه ان شاء الله. شنو درتي خديجه هنا؟ دابا هادي هادي الكفته بوحدها وهادي البصله بوحدها ودابا يلا غنديرها خلينا نديرهم بجوج. فين غندير شويه الملح ومن طون غنبدا ندير العطريه ديال البصله والعطريه ديال الكفته في نفس الوقت باش تربحي الوقت. صافي انا نجبد غنجبد العطريه اللهم العطر تاع السوق. من بعد نذوقوا الملح صح الذوق واش بارك علينا ولا نزيدوا شويه. هذا الجنجبر الزنجبيل الفلفل الاحمر تا هو كيديرو شويه. خديجه تضرب عصفورين بحجر واحد باش تربح الوقت. هذه ملاحظه مهمه يا تنوجهها لي جون فام خاصه اللي يكونوا يشتغلوا برا البيت. عندي الفلفل الاسود ومن بعد وانا تنحمر فيهم بجوج ديك الساعه الى بانت لي العطريه ما كافياش تزيدي التوابل على حساب الذوق. نزيد واحد القطيعه ديال الزيت لان تتحمر دغيا الزيت العاديه هذه زيت المائده. هنا حتى هو شويه تنشوف والمهم ان هاد الكفته خصني نبقى نحرك فيها دابا نغطيها باش دغيا طيب وهذه كنبقى نحرك فيها حيت خصها طيب وطيب محلوله. هنا غندير السميته غنحط الثوم وهي الكفته شويه كبيره تاتيها ثلاثه الفلفل وقت اللحم تيبغي الثوم اصوف ميم طون تطيب تاتيها ثلاثه الفلفل ديال الثوم عندي واحد جوج فلفل كما قلت لكم هذه خصها تبقى تحرك باش ما تطيبش ليا مجموعه خصها تطيب وهي محلوله نتا تلتق مفكوكه على بعضيها. باقي لنا ندير واحد شويه القزبر والمعدنوس فيهم بجوج صافي ونبقى نخليهم تيطيب. هذه اللحمه المفرومه بالعجل ماشي بلادان ديال البقر هي كل واحد حسب الذوق ديالو لا الكفته ولا الكبده كل واحد يدير زعما اللي موجود عنده في الدار حسب الذوق ديالو. كيف ما تشوفوا تنحاول نطيب الكفته وانا تنحركها حتى هما جناب بداو تيطيبوا ما خصهاش تجيني لي موف خصها تجيني ما خصهاش تطيب باش طيب. هي البصل قبلنا سديت عليها بالغطا ما تطيب بكري هذه تطيب وتنزل بكري الكفته تقريبا مؤمله صافي ماشي ديما وصف تطيب نخليها طيب واحد شويه لان باقي فيها تنشوف فيها الماء لتحت باش تشربوا وقبل ما تشربوا تنزيد عليها الكبده الطبق ديال الكبده ديال البقر. ولكن كما قلت لكم اللي عنده شي حاجه واجده في الدار ولا حسب الذوق تقدروا تديروا فيها اللي بغيتوا. حتى الكبير ديال الدجاج اها انا في حقا عامه لا تندير الكبير ديال الدجاج لان فيه منافع مزيان للدائي الصغار فيه لو فير بزاف على الحق ديال البقر تندير نورمالمون ديال الدجاج. البصل ها هو نزل معنا البصل حتى هو تيطيب او ميم طون نبقى نحركو بزاف باش ما يتلصقش باش ما يجيش فيه ريحه الحراق على رائحه العزاكي والله. فيرميسيل فيرميسيل كما تتعرفوا كنا نديروها في شي سوبيير وتنزيدوا عليها المطايب تنخليوها حتى بحال صافي غتطيب بحال غتطيب تطيب وتنقطعوا لي مورسو صغار. حاجه غندير الفلفل الاسود حتى هو حسب الرغبه وحسب الذوق عندي شويه ديال الكركم عندي شويه
شويه ديال القرفه الاحمر الزنجبيل. التوابل اللي درتي في التوابل كلهم ما يتعاونوا اللي درتي في الطريه كساو باش كلشي تدخل فيه العطائيه ديالو الملح قبل ما تجي الملح غندير فيها شويه الكزبر المعدنوس نضيف الفطور المعدنوس الاخير على الاخيره الزيت نزيد شويه ديال الزيت المائده حتى غنحك فيها جوج ديال الفصول ديال الثوم الشعريه هي كذلك تضيفي فيها الثومه جوج فصوص الثوم ياك جوج الفصول اللي حكيت فيها وتنخلطها مزيان تنخلط القناه كلها وتنعاود نذوق كيما قلت لكم الملحه ولا اي عطيه الا بغيت نزيد شويه حسب الذوق ديالي تنزيدها ان شاء الله. دابا بعد ما انتم تشوفوا هذه طابت ما بقاش فيها الماء الكفته شفات من غنزيدها فوق من فوق من الفيرميسي حتى هي صافي دي واجده في العطيه ديالها. دابا حلينا الكوكوط على الخضره كيما قلت لكم اللي موصول كبار اللي حنا لا قلبتهم كلهم طيبين دونك غنحيدهم كلهم غنحاول نديرهم في هذا البول تنطحنوهم قلت لكم باش هادو غير تيتقلوا لينا داك حيت الدوري بهم لا سوك فيكتيفمون المورسو ديال الخضره. دابا انا مي لي بيتي مورسو قطعت القرعه الخضره وقطعت الجزر ونتي غنرميهم هما الاولين ويطيبوا واحد شويه عاد نعمل البطاطا باش تبقى هي البطاطا صحيحه. هي تحمرات مزيان وبانت لي طابت غنزيد هنا زدت ديك البصل على البصله من بعد تنزيد لا شاركوتري حتى لا شاركوتري كل واحد يدير اي شاركوتري اللي تتعجبو في المذاق يديرها. انا كنت خديتها رائحه ديك المدخن هذا ماشي المدخن الفاطمه العادي العادي هذا ما درتش مدخن كاع درت غير العادي لي بودا العادي كاشير عادي و غبيتو في لا غبيتو حتى هو غنديرو هذه الاختيار هي اللي ما بغاهاش يقدر ما يديرهاش قدر لي مع الفيمي ديال البارح ديال البارح وغندير شامبينيون حتى هو مقطع الفطر المأكول حتى هو قطعتو خديجة دي مقطوع وغنزيد واحد شوية ديال القزبر والمعدنوس جميع هاد المكونات مزيان ومني تنخلطوهم عاودو ذوقو مزيان حسب الذوق ديالكم وشوفوا واش اللي بغى يزيد مليحة ولا شي حاجة ودابيتود هاد البزيط لاتصرا تيبغيو يكونو حارين ولكن انا ما درتش الحار تما ولا فتندق فيهم الهريسه الحاره ما درتهاش لان كاين ناس من العائله ما تياكلوش الحار. هنا كما قلنا دوك لي غون مورسو ديال الخضره غنطحنهم باش غنديرهم فيها مطحونه باش تقل ليا لاصوب كما قلنا ان شاء الله. البسطيلات ديالي حيت سي مالوغوزمون ما لقيناش الوقه ديال البسطيله صغيره درت وقه كبيره وقه قسمتها على ربعه باش لو فون يجي شويه شاد باش ما تسقفش هي من الداخل وباش ما نديش عاوتاني جوج ديال الفيه غير يجيو شويه عاوتاني تجي فيهم الوقه بزاف تجي معجنه. ديري لا فارس الحشوه هي الاولى هذه متتبعي الكرام بسطيله لان عاده تنديرو بسطيله بالدجاج بسطيله بالحوت بالسمك بسطيله بالخضر حق هاد الوصفه تنديها مني نكون باغا ندير بسطيله وما عنديش الوقت لان الحمد لله ساهله الكفته دغيا تطيب دونك هي دغيا توجد. كان عليا هاد الزبده نورمالمون تنديها في الواقه لتحت باش تبقى من الفوق ولكن بما اني نسيت غنديها هنا دونك هنايا ملي درت طريفه الزبده كان عليها دير الزبده في نورمالمون الفرماج والزبده تنديو من التحت باش ملي تنقلب البسطيله تيبقاو ليا الفوق ولكن هادو نسيت ما درتهمش الاولى هي الفرماج والزبده البسطيلات ديالي نبقى نجمعهم هكا تديريش الفرماج لداخل حيت نسيت في هادو ما درتوش ما بغيتش ندوي لتحت لتحت غير يتحرك نقدر حتى الفوق نزوق به من الداخل الاخرين غندير فيهم الفرماج بيان سيو هكا تجي البسطيله ديالنا الا كانت هكا الوقعه كبيره بلا ما نجمعوها لا زعما لا بيض لا والو تتجمع راسها وتتبقى مزيان ها هي البسطيله ديالنا نجيبوها مدوره ها هي الاولى وهذه البسطيله الثانيه البسطيله الثانيه هي تلويها سهله
كنحاول نجمع الورقه حيت كما قلت لكم ورقه كبيره. الخف هي تجمعات البسطيله. هادو البسطيلات الاولي اللي دارت خديجه ان تستمر في لم البسطيلات الاخرين اللي بقاو. دائما الجهه اللي تتلمع لتحت لتحت لداخل فوالا. دابا باش ما ننساش غندير الفرماج ديالي اللي قلنا الزبده. قلتي الزبده ايفيكتيمون غنديها من الفوق. الزبده ماشي مشكله، نسيت تندهنها بها من الفوق كومبليتوم من الفوق. هذه الا بغيتو ديروا مع الحشويه تقدروا ديروا مع الحشوه، انا تنبغي يبقى من الفوق، داكشي علاش تنديروا هكا باش يعطي المذاق. ملي كنا ناكلوا البسطيله نطيحوا في الفرماج هو الاول صح. هنا باش ما تجيناش ناشفه باش الورقه تتبقى مقرمشه. دابا عندي التنين ديالي بداتش، دابا عاوتاني غنعمر التنين. شتو اللي درتي؟ كتحطهم في الطبسيل اللي يدخل الفران. دابا مني طاب الجزر والكرعه قلنا نطيبوهم اللون شويه عاد ندير البطاطا. غندير معاكم البطاطا باش هي تنشربو ديك لا سوب ديك الشوربه تنحسو بديك الخضر ياك خديجه. صافي تنرجعهم هنا و الا كانت ثقيله تنزيد تنغلي الماء وتنزيد فيها شويه. غنخلي على ما طيب شويه البطاطا بلي هي هذيك حيت تنبغيوها هكا ثقيله شويه، ولكن اللي تيبغي خفيف على هكا يزيد فيها شويه الماء مغلي. هنايا خديجه دخلت البسيطلات يطيبوا شعلت عليهم من التحت ومن بعد تشعلوا عليهم من فوق باش يتحمروا ونتلاقاو في طبق التقديم. وهنايا بعد ما خديجه انتهت من تحضير العشاء اللي درتنا لا سوب، نتوما تشوفوا كيفاش جات. صراحه جات لذيذه وفيها هاد الطريفات ديال الجزر والبطاطا، صراحه جات لذيذه الطريقه المعتمده عند خديجه. وهادو البسيطلات ديال اللحمه المفرومه سيدو بلي مالك سكين ميرسي. هانتوما شوفو البسيطله تجي لذيذه مزال سخونه. ما احلاها فوقنت ندوزو مرحلة التذوق. اكسيلون سي تخي بون جاتو دي دايا خديجة. شكرا خديجة بصحتكم يعطيك الصحة وكفو منك. نتمنى لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بون وي و